لكن واقع الحال منظومة الفساد اللي موجودة بمؤسسات الدولة جميعا جزء من عندها هي أمانة بغداد، وأكثر المناطق التي يكثر فيها الفساد هي المؤسسات التي لديها تماس مباشر مع خدمة المواطن. بالتأكيد كيف تقضي على الفساد؟ هل تقضي؟ واحدة من أهم الأسباب اللي تقضي بها على الفساد تفعيل القانون، لكن الفساد هو جريمة مثل جريمة القاتل أو السارق أو اللص اللي موجود. هل نستطيع احنا نضع شرطي مع كل مواطن؟ بالتأكيد لا، لازم نخلي كثير من المفاعيل اللي تحد من عملية الفساد. واحدة من عدها على سبيل المثال وهي مهمة جدا هو موضوعة المؤسسات الدولة اللي حد الآن تعمل بطريقة الورقيات والتعامل المباشر ما بين المواطن وما بين الموظف. عندما تحد من هذه من هذه الثقافة من هذا الأسلوب الوظيفي هذا راح تقضي بشكل كبير طبعا. نعم. الحوكمة، الارتقاء الرقمي، التحول الرقمي لمؤسسات الدولة. كل المدن اللي حولنا مثلا في حتى في دول الخليج في الإمارات في وأيضا هناك تجارب في مدن مهمة بالشرق الأوسط، ما نريد ننتقل إلى الدول والمدن الأوروبية في إسطنبول وأيضا حتى بشكل متقدم جدا في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية راح نشوف هناك حد كبير من حالات الفساد، خصوصا خلينا نقول تجربة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي ودبي باعتبارها من المدن اللي هي تعتبر الانترناشنال سيتيز اللي موجودة. ليش؟ لأن هناك تحول رقمي لكل الخدمات المقدمة إلى المواطن.